السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزيت. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على إلياس بن صغير، يعني بعد ما أن اختاره ميسي، يعني بتاع الأديداس، هذيك إشهار تاع الأديداس. حنا قبل لا نبداو ماذا بكم جماعة، أعطونا تفعيل الجرس والبارتاج وباش نطيحوا هذه الحشرات، تبليغات الحشرات، وعاونونا وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. المهم، بعد ان اختاره ميسي موهبة المغرب، إلياس بن صغير ينافس نجوم برشلونة والريال مدريد. لعاب هذا فيك لعاب، هذا إلياس بن صغير لعاب، ما غاديش نقولوا بلي ماشي لعاب ولا حاجة. واحد قال لي لا، مازال من ذكي مازال خاصو انت يلعب لك مع موناكو، ربح لك البارسالون وملكة دوبي تاع الخطرة. واحد قال لي لا، منتخب ضعيف، منتخب جمهورية افريقيا منتخب ضعيف. بصح ما تنساوش حتى الاندية الكبيرة بريباراسيون تاعها مع من تبداها من مع الاندية تلعب في الادوار، تلعب في التروازيام ديفيزيون كاتريام ديفيزيون، تلعب وتكبر تطلع منحنى تصاعدي تحضيرات تاع مع منتخب تلعب لك، تلعب دو ماتش ولا تروا ماتش مع اندية كبار. هذه هي كيما دروك هذا اللاعب لعبوا امام افريقيا الوسطى. ما نجيش نقول لك منتخب ضعيف، انا ما غاديش نقول لك منتخب ضعيف، انا غادي نقول لك بلي ماركا دو بيت الخطرة، ماركا في ظرف قصير 2 دقائق ماركا دو بيت. هذه هي. وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الفتى الذهبي 2024، والتي عرفت حضور إلياس بن صغير نجم المنتخب المغرب الواعد. وينافس المغربي إلياس بن صغير نجوم كبار على نيل هذه الجائزة، حيث يعد أحد اكتشافات وليد الركراكي مدير الفني لأسود الأطلس، والذي بات يعتمد عليه مع المنتخب المغربي الأول بعدما تألق بشكل لافت مع نادي موناكو. يا ودي هو لعاب، هذا لعاب كبير، هذا إن شاء الله بربي يشوفه في نادي كبير. وضمت القائمة التي كشفت عنها الصحيفة الإيطالية العديد من الأسماء اللامعة، في مقدمتهم لامين جمال نجم برشلونة يعني وأندرياك من ريال مدريد، كما يوجد ضمن القائمة ليني يورو مدافع مانشستر يونايتد، يعني إيميري لاعب وسط باريس سان جيرمان، ونجوم آخرين يعني كاين ويلسون تاع توتنهام، هادو اكتشافات، هادو الفتى الذهبي، ماتيس تاع بايرن ميونخ، دوي باريس سان جيرمان، إيميري باريس سان جيرمان، يورو مانشستر يونايتد، إلياس بن صغير موناكو، لامين جمال برشلون، باو يعني برشلون، سامو بورتو، كريستيان فالنسيا، رايكو لويس مانشستر سيتي، جيمي بروسيا دورتموند، كوبي مانشستر يونايتد، أرض ريال مدريد، كارنا جوفنتوس، أندريك ريال مدريد، سامويل جوفنتوس، أندرياس بنفيكا، جاو باريس سان جيرمان، ليخاندرو مانشستر يونايتد، الإسكندر بايرن ميونخ، هالتو أياكس أمستردام، آدم وارتون، كريستال بالاس، وأخيرا لعب سافينيو مانشستر سيتي، وأوسكار ريد بول. هذه هي أوسكار نقولكم عليها، الله ينجحهم اللعاب هذو، لعاب صغار طالعين هذو دوالي يكونوا هما نجوم المستقبل، يعني شحال عندهم الآن كاع. وين إلياس بن صغير نجم المنتخب المغربي الجديد، وين أسهم بن صغير في تتويج منتخب المغرب تحت 23 عام بميدالية برونزية في الألعاب الأولمبية بباريس، وبات في الوقت وجيز من نجوم منتخب المغرب الأول، وسجل بقميصه 3 أهداف
في 6 مباريات منها هدفين في آخر مباراة أمام إفريقيا الوسطى. وفجأ الأسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليو ميسي اللاعب الفريق الانتر ميامي الأمريكي النجم المغربي إلياس بن صغير لاعب نادي موناكو الفرنسي بعد أن قرر ضمه إلى قائمة مستقرة لأفضل 8 مواهب كروية صاعدة في العالم، والتي اختارها لارتداء حذائه الجديد صممته شركة الأديداس. ونشر ميسي قبل أيام مقطع فيديو عبر حسابه على الانستغرام أعلن من خلاله أن أسماء اللاعبين الشباب الذي وقع عليهم اختيار لارتداء الحذاء الجديد المصمم من جانب الشركة ومن ضمنهم جوهرة المغربية إلياس بن صغير. وهذا يعني ما شاء الله بربي كما يقول لك ان شاء الله باذن الله لعب ما شاء الله. هذه هي لعب ما شاء الله خويا وجدنا. واكد الدولي المغربي الياس بن صغير لاعب موناكو الفرنسي بانه قام بتعيين اخصائي يعني علاجي طبيعي من اجل تحسين حالته على المستوى البدني. وكان بن صغير قد قال في تصريحات سابقه: احاول ان اتعافى بشكل جيد، ولهذا السبب قمت باستعانه بالاخصائي علاج طبيعي الشخصي، وتبع ابقى لبعض الفترات بعد الظهر في العلاج من اجل الشعور بتحسن من الناحيه البدنيه. لقد أعددت برنامج خاص لأنه ليس من السهل اللعب كل 3 أيام والتعافي بأفضل شكل ممكن والبقاء في حالة جيدة. ويشير إلى أن بن صغير ساهم في فوز المنتخب المغربي يوم الثلاثاء على جمهورية إفريقيا الوسطى برسم الجولة 4 من تصفيات كأس أمم إفريقيا بعد تسجيله ثنائية في مباراة التي آلت لصالح عناصر الأسود الأطلس برباعية نظيفة. المهم احنا وين لعب هذا لعب اللي غادي يكون عنده مستوى طالع لك منظره ماشي سهله. هذه هي لعب اللي طالع لك منظره ماشي سهله اخويا. شو كيفاش يا المشيخ هذا طالع بوي ولا المشيخ هذا طالع هذا والمشيخة غنشوف لقطات تاعو والله لا فنان هذا بن صغير. أنا ندير نشوف فيديو تاعو فنان فنان والله لا فنان حياة كبيرة كلاعب نقولو حياة كبيرة كلاعب هي يا خويا. الله ماشي سهلة ما سهلة لا خويا بصح لعابة والله لعاب شيخ والله لا يقول بدلي تروفيزير معاها ولا عمي رومونتير لعاب خويا يا